يعني كرخة ضيعة من لبنان ونصيف الريس المخرج والمهندس، عندك ألقاب كتير، أهلا وسهلا فيك. هالمناظر الحلوة اللي أخذتنا لعالم تاني، لأن إحنا بعجقة الحياة ما عم نقدر نتوقف عندها. خبرنا أكثر عنك نصيف، شو بتعمل بالحياة وكيف قدرت وصلت هيدا الفيلم القصير لفيستيفال كان؟ اول شيء بونجور، صباح يعطيكم الخير. العافيه. صباح الخير، معك نصيف الريس، مخرج لبناني. نعم. الاصل من ضيعت حملايه من المتن ومن الفيلم ميكرز اللي بيامنوا بعد انه مش بس السينما انترتينمنت ومش براندينج وادفرتايزنج، فينا نوصل من خلال السينما مسج كتير حلوة نقدر عن جد نعمل فيها تغيير بمحل من المحلات. يعني نحن اذا هلا طلبنا منك من وحي المناسب اليوم، كلنا علقنا بعجقات السير، يعني شتت الدنيا اول شتوه لطيفه لذيذه المفروض نحن ننبسط فيها، عم يتغير الطقس، بلشنا هيك خريف، كل العالم علقت بعجقه سير، ساعتين لقدرت وصلت اولادها على المدارس، طافت الارض بالمي. كيف فينا نعمل فيلم عن الاجواء اليوميه اللي عايشينها؟ اوف، لنقدر نغير. هلا قصة الأجواء اليومية اللي عاملينها ما بتخلص بفيلم واحد، يعني حلو. صارلنا أكثر من 30 40 سنة، يعني تدوم وتدوم، يعني عم تدوم تطمننا. وتدوم وبعدها رح تدوم للأجيال اللي جاية. الله يستر. فشو بدنا نعمل؟ نحن عنا رسالة رح نقطع فيها، نعم. والمرحلة اللي عم نقطع نحن فيها مهم نعبي فيها بالطريقة المضبوطة كرمال نحسن لبعدين. نعم. ما فينا نعمل شيء تاني. نصيف، كم فيلم قصير بجعبتك لهلأ؟ انا قبل اول شيء اختصاصي ما كان اوديو فيزيوال، كانت سي سي اي كمبيوتر اند كوميونيكيشن انجينيرنج، ما بيشبهوا بعض، هندسه كمبيوتر اكزاكتلي. بس قطعت معي قصص بحياتي خلتني اعمل هيدي السويتش النوعيه وفوت بعالم الفن. يمكن كان بالاصل الاجواء اللي عايش فيها، العائله اللي عايش فيها بتحب الفن، اخوالي حدا بيرسم، حدا بينحت، حدا كان يمثل من زمان. بتعتقد انه انت تاثرت فيه؟ معقول تاثرت شوي بالطفوله تبعي، بس وكمان في فتره فتنا فيها على ميوزك باند بايام الشبيبه، كان وقتها ستايل بروجريسيف ميتال، وقت كانت الميتال سين موجوده بلبنان. هلا ثلاث ارباع اللي كانوا عم يعملوا هودي المهرجانات كله هاجر. ف يمكن بلشت رحلتي شوي صعبه، رحت بكتير محلات، فتت اول شيء بعالم الانترتينمنت، اخرجت ميوزك فيديوز، اخرجنا رياليتي شوز بين دبي وبين يوروب وبين لبنان. رجعت انتقلت كمان، كان في عندي مرحله بالكوميدي، اشتغلنا بالكوميدي كمان فتره، وكمان صار عندي اوبورتونيتي فوت على الادفرتايزنج وورلد، على الادفرتايزنج اندستريز. هذا الشيء بيساعدك بصناعه الافلام؟ انا اذا بدك ان جنرال الاختصاص هو ميديا كوميونيكيشن، ميديا كوميونيكيشن ان جنرال، يعني بيشمل كل شيء، بيشمل التلفزيون، بيشمل الراديو، بيشمل الماركتينج، التسويق، وحتى الديستريبيوشن تبع الفلومه. في توزيع. استراتيجيه معينه نعم، الواحد توزيع. بيقدر ياخذها، التوزيع اكزاكتلي كرمال يقدر مش بس يخلق فكرة الفيلم ويصور فكرة الفيلم، كمان يقدر يوصل يسوي أو يوصل المحل اللي نعم. بده إياه بالآخر. خلينا نبلش بالبداية، قصة هيدا الفيلم وليه سميته كرخة؟ أول شيء كرخة أنا برأيي ضيعة مميزة بلبنان. نعم. من بعد ما تعرفت على الأهالي واشتغلنا معهم على مدة تقريبا سنتين، يعني بلشنا تصوير، بلش الفيلم بأواخر 2020، تحضيرات قبل شوي صغيرة، وبعدين من 2020 لل 2023 قطعنا بمراحل التصوير، تحضير وتصوير. نعم. أكيد صار في بريكات وقت كورونا، وقت انفجار بيروت اللي صار، يعني صار في قصص كتير بلبنان خلتنا نوقف شوي تصويرنا، بس بعدين كملنا لخلصنا للفيلم. طب هول الاشياء اللي صارت خلتك تغير شوي من مضمون الفيلم،
يعني أثرت على الفيلم على صناعته؟ الستركتشر ك ستركتور القصة كانت مقسمة على على ميلتين يعني تو ارك اوف ستوري اركس. اول ستوري اول ارك اسم من القصة هو موجه على الايميجريشن على الهجرة. عم بخبر قصة الهجرة اللبنانية اللي صارت تقريبا من 150 سنة وصولا لهلا لوضعنا لهلا للحاضر وشو التأثير هيدا الهجرة على الشعب اللبناني وعلى هالمراحل اللي قطع فيها الشعب اللبناني. طب ضيعة كرخة كان فيها أشخاص هاجروا منا؟ فيها نسبة مهاجرين. هي الحلو بكرخة ملاقي قلت لك كرخة مميزة مش بس ب بأهل المحبين وبالإكسبرينس اللي أخذناها. نحن بنعرف حدا من أهلها هي زميلتنا منحبها كتير كارولين يعني من كرخة كمان. مزبوط كارولين. كارولين حكيت أنا وياها عن جد بتفتح القلب بس الواحد يحكي هو وياها هيك وبت هيدي ميزة الضيعة اللبنانية. وأكتر من هيك الإكسبرينسز الخبرات اللي اشتغلناها يعني عم تحكي أنت عم نصور فيلم وثائقي مع عالم عايشين بالضيعة أهل الضيعة ما عندهم خبرات قبل بالتمثيل يعني هالقد حقيقي أنت عم تنقل صورة حقيقية. هيدي الحقيقة اللي توصلنا لها كانت عن جد اللي بدي أقولك أنه أهل الضيعة هن كانوا القلب النابض تبع الدوكيومنتري. أهل الضيعة هن كانوا أبطال هاي تبع أبطال أبطال هيدي القصة. الفيلم تقريبا وصلنا بالاخر ل 45 دقيقه يعتبر يعني يعتبر فيلم منو طويل منه فيلم قصير منه فيلم كيف نقلت هيدي التجربه اللبنانيه من ارض لبنان لكان؟ اول شيء اشتغلنا بشغف كلنا سوا مع بعضنا صار هيدا اذا بدك هيدا الويننج صار من وراء ايد بايد من كذا ميله اللي اكيد اهل الضيعه اللي كانوا متواجدين وغمرونا بمحبتهم وغمرونا ب ب وقتهم يعطونا وقتهم هيدي نخوه اهل هيدي النخوه الموجوده اكزاكتلي ومن ميلة تانية أكيد بدعم وثائق تشارلي حنا رئيس سيدرز فود العالمية. نعم. هو أهل هو من أهل كرخة وأكيد من وراء التيم والأصحاب اللي كانوا مساندينا كل فترة التصوير من أصحاب من البرودكشن تيم اللي كمان كان موجود وراء الكاميرا وأهم نقطة إيمانك بعملك. أكيد إيماني بعملي فورشور يعني هيدي شغلة تركنا الكمبيوتر ساينس كرمال نقدر نفوت أوتيو فيجيال كرمال نحس قد ايه فينا نفجر القصص اللي عنا. نعم. بس أهم شغلة أخيرا وليس آخرا هي فكرة كانت لجولي بوشقرة رئيس جمعية بابليك ماترز صاحبة الفكرة. بلشت أنا وياها تقريبا سنة 2019 على كامبينز حملات توعية بلشنا بحملة اسمها ريديوس بتقولوا كونوا كبار بعيون الصغار عم نتوعي الكبار انه يتعلموا من الصغار انه حلو هالشعار وفي حملة تانية اشتغلناها سوا كمان عن وعي من حبك كمان كان السلوغن طبعا اشتغلناها مع الجيش اللبناني. قديه العناوين نصيف لازم تكون ذكيه لتشد المشاهد؟ البارت من البراندينج ان كان فيلم او كان دعايه او كان شركه او كان حيلا شيء براند بالحياه بعتقد السلوغن كثير مهم كانطلاقه. نعم. اكيد ما غير الاسم اللي موجود التايتل اكيد هو بفسر لك اول شيء بيعطيك رؤوس اقلام عن الايماج عن الاحساس تبع هيدا الشخص او هيدي الشركه او هيدا الفيلم وهيدا برايي هو اذا بدك مثل حبكه طلقت فيها المشاهد كرمال يقول اذا هو انترستينج يكفي
او يحضر للاخر او يكون عنده حشريه اكثر يتعرف على هيدا الشيء. طب نحن عنا حشريه نعرف عن فيلم كرخه اكثر ونحضره. وين بيقدر المشاهد اللبناني يحضر فيلم كرخه؟ اوكي، هلا نحن بعدنا باول الطريق، يعني اول فيستيفال قدمنا عليه، اول فيستيفال طلعنا وينرز، وعنا اول فيستيفال وربحته وربحناه دغري. انت يعني مش بعدك مش اول خطوه هيدي، انت اختصرت مسافات غيرك يمكن بعده عم بفكر بده يعملها. بقول لك شغله، شوي صغير الديستريبيوشن هون بلان بلبنان فرقت معنا، يعني عاده في كذا سؤال اجانا ليه ما قدمنا على فيستيفالات بلبنان هون. اول شيء هي اكثر اذا بدك ليه، اول سبب لانه الفستيفال اللبناني اكثر لوكال نتوركينج، وهيدا ما كان هدفي انا كشخصيا او هدف الجمعيه اللي اشتغلنا، البرودكشن اللي اشتغلنا معه. الهدف اكثر انه نوصل رساله، لانه انا برايي الدوكيومنتري عنده موضوع كثير مهم، وحلو هيدا الموضوع يوصل للعالميه ويوصل لللبنانية اللي برات لبنان. نعم. سنس عم يحكي عن الهجرة، سنس عم يحكي عن تاريخ مرموق انطلقنا منه من ضيعة صغيرة بلبنان، وبده ينتشر وبده يعدي غيره من الضيعة الموجودة بلبنان. نعم. يعني في هدف من وراء هيدا الدوكيومنتري اللي انعمل. يعني أنت بتأمن بفكرة الانطلاق من الخارج ثم بعدين للداخل. هيدي استراتيجي من الاستراتيجيز، وانا برايي بلشنا فيها بهالطريقه. بس نحن عندنا هيدي الحشريه، نحن بنفتش على هيك دوكيومنتير نحضره هلا، خاصه على مواقع التواصل وال يعني الانتشار الالكتروني. يعني نحن فينا عندنا منصات كثيره مثل نتفليكس، شاهد وغيرها وغيرها، عم نتعرف على قصص عندنا بلبنان عم نشوفها على هيدي المنصات نحن ما كنا نعرفها. يعني عم نشوف ممثلين لبنانية أو ممثلين عرب عم بيعملوا مسلسلات وأفلام قصيرة وعم تنعرض على هيدي المنصات. نصيف، هل أنت عندك هيدي الفيجن أنه أنت تقدر تنزل هيدا الفيلم على منصة من هيدي المنصات لنقدر نحن نتابعها؟ أوكي، الطريق التسويق تبع الفيلم طويلة. نعم. أنا لا يقدر يوصل لنتفليكس أو لمنصات عالمية بده يكون قطع بكذا مرحلة الفيلم، من بيناتهم فاستيفلز، ولا ياخذ هيدي الكريديبيليتي من الديستريبيوشن كومبانيز اللي معقولة نحن نتعامل معها بالمستقبل. صحيح. أكيد، لأنه بمحل من المحلات عن جد فكرة مش بس للبنان، لا كمان للاشخاص اللي عايشين برا وفي كوز من وراها. الطريقه اللي اشتغلنا فيها واللي عم نشتغل فيها انه اول شيء اكيد حاطين براسنا نعمل له سكريننج بلبنان. والبلان هو انه نبلش من الجنوب لنوصل للشمال، يعني رح يكون في كذا محل سكريننج، وكرمال نقدر ننشر هاي الفكره ونفرجي عن جد. يعني كل شيء انا عم بعمله، اذا ما بعرف اذا بمحل حدا عم بتابع الاعمال اللي انعملت، بده يكون في رساله فيها تغيير بكل شغله عم تنعمل، وخصوصا للمجتمع اللي نحن عايشين فيه هلا، لانه عندنا هيدا السلاح اللي هو السينما. في عندكم هيدي الامكانيه، فينا نقدر نعمله. نحن عندنا خيره شباب العالم، الشباب اللبنانيه. يعطيك الف عافيه نصيف. ثانك يو لكم، وان شاء الله هيك بيوصل هيدا الفيلم والافلام اللي عم بتحضرها للعالميه، بنشوفك اكثر واكثر باعلى المناصب. اهلا وسهلا فيك، نورتنا. تشرفنا.